هدف واحد دفع الاتحاد العراقي المركزي للكرة العابرة إلى إقامة بطولة فرق أندية السيدات في مدينة أربيل، وهو اختيار اللاعبات الأبرز لتشكيلة المنتخب الوطني المقبل على المشاركة في البطولة العربية التي تحتضنها مصر خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل، في محاولة للاحتفاظ باللقب الذي ناله العراق قبل عقد من الزمن. هذه اللعبة بدأت تأخذ مكانها الحقيقي على مستوى محافظات القطر، نتمنى من الله أن يوفقنا وننشرها على مستوى القطر وتأخذ مكانها إلى جانب خواتها الألعاب الجماعية اللي تلعب بالكرة. حصلت الأضواء على اللاعبات المميزات، وخاصة احنا جايين مقبلين على البطولة العربية بشهر 11 بمحافظة الأقصر مصر العربية. بطولة فرق السيدات تقام بمشاركة 7 فرق، هي المركزين التخصصيين في الكرخ والرصافة وفريق الخالص وإمام المتقين وكويسنجك والقلعة، إضافة إلى أربيل مستضيف البطولة. البطولة شهدت مستويات متقاربة من الفرق، فرصة سانحة منحها الاتحاد للاعبات الفرق في التقصي عن الخامات والمواهب للعب في الاستحقاقات الخارجية التي تنتظر الكرة العابرة العراقية. مستوى البنات واللاعبات كان جيد جدا، ناقصنا شوية نشر بين يعني بين الفرق. بطولة حلوة، منافسة نظيفة، منافسة حلوة، دي يسوون كافة الوسائل، دي يوفرون كل شيء في سبيل أنه نوفر منتخب وطني إن شاء الله يرضي الجميع ونرفع اسم العراق. شوف البنات دي يتطورن، يعني هسه بدأت العابرة تتطور شوية شوية، يعني كانت مفقودة هسه لا، يعني بدأت أكو تطور أكو تدريب. الاتحاد العراقي للكرة العابرة يسعى من خلال إقامة البطولة الثانية لأندية النساء العراقي هذا العام إلى تشكيل منتخب عراقي يحتفظ بلقب البطولة العربية التي حققها في مصر قبل 10 أعوام. عمار ساطع، الحرة، أربيل.